محتاج دايما اسمع صوتكم عشان اعرف اذا كان في لاج انتم متابعيني وهكذا. الكفر بقى الكفر بتاع الكتاب بتاعنا واضح قدامك؟ اه واضح يا دكتور. واضح. تمام. روعة. احنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنحاول ان احنا نعمل ريفيجن على غالبية الاجزاء اللي احنا خدناها في الكورس بتاعنا. بعدين هراجع معاك بعض مسائل الام سي كيو اللي انت معرض ليها في الفاينل اكزام ان شاء الله بإذن الله. طبعا الكلام ده انا قلته كتير، بس ساعات الواحد بيقول الحاجة وبعدين ممكن ناس تبقاش مركزة او ممكن حد ما يكونش حاضر وكان واخد باله. خلي بالك ان الامتحان الفاينل بتاعنا هو 40 multiple questions، 40 MCQ multiple questions. ايوه مين معايا؟ دكتور وحضرتك هتعمل ريبورت للليكتشر؟ حضرتك ايه؟ حضرتك ريكورد للليكتشر؟ الليكتشر ريكوردد؟ يس الريكوردد ليكتشر، الليكتشر دي ريكوردد وان شاء الله باذن الله اول ما نخلصها هحاول ان اعمل لها ابلود على اليوتيوب زي ما انت متعود، وبالتالي هتلاقيها موجوده عندك على ال ام اس. بالاضافه الى ان انا نزلت الريفيجن ليكتشرز اللي هي بتاعه الجامعه، بتاخد وقت طويل قوي علشان تنزل زي ما انا ذكرت لكم قبل كده. انا نزلت بارت 1 منها، بارت 2 ستيل ابلودنج. اضطريت ان انا اوقف الابلود تل ان احنا نخلص الليكتشر بتاعتنا النهارده وبعدين هنرجع تكونتين. معلش في حد سايب المايك بتاعه مفتوح؟ تمام. رضوى اوكي حاول عشان بس الصوت يبقى والجلير يبقى يعني يبقى الناس مش متضايقه منه. ارجع تاني اللي انا كنت بقول لك عليه، الامتحان الفاينل بتاعك زي ما انا قلت هو 40 مالتيبل تشويس كويستشنز، كل سؤال منهم عليه درجه واحده، وبالتالي يبقى المجمل بتاعهم بيساوي 40 درجه. زمن الامتحان ساعتين، اعتقد ان الامتحان هيبقى زمنه مناسب جدا. يلا خلينا نبدا كده ستيب باي ستيب. اول حاجه الليكتشر بتاعه النهارده ما ينفعش انها تبقى بديل عن الكورس بتاعك كامل. تاني حاجه الليكتشر بتاعه النهارده مش ما هياش ممكن حاجات منها تظهر عندك في الفاينل اكزام، لانه افتر اول ام سبيكينج اباوت يور كورس. بس ده مش معناه ان الفاينل اكزام جاي من المحاضرة دي، انا لازم اعمل announcement ده لازم. يبقى اذا انت دلوقتي عندك الكورس بتاعنا اللي هو الاوبريشن ريسيرش مانجمنت، الليكتشر بتاعت النهارده احنا هنعمل كورس اوفر فيو اند ستادي بلان بالنسبه لك. انا لو عايز اذاكر يعني من الحاجات اللي انا سمعتها كتير منكم، انا دلوقتي لو عايز اذاكر يا ترى هتفرج على الفيديوهات من الاول للاخر؟ يا ترى همسك البي دي افات كلها اذاكرها من الاول للاخر؟ طب انا هعمل ايه؟ المطلوب انك تعمل زي ما انا هعمل دلوقتي. انا معايا البي دي افس بتاعتي كلها بلا استثناء، هعدي عليها بسرعه. طبعا لو انت خدت بالك احنا started from chapter 1 started to address the problem of maximizing or minimizing under constraints. الوضع بتاعي ده او under some conditions، الوضع اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه linear programming problems. الجدول بتاع الترمز ده مهم، انت هيجي لك multiple choices منه، فلازم ابقى فاهم يعني ايه LMB. LMB دي هي او linear programming it is one of the decision tools، هي احد الادوات اللي بستخدمها علشان اعمل بيها decision. وهي invented by mathematicians. It is always searching for maximizing or minimizing a specific objective function. يبقى الفكرة الأساسية بتاعت الجزء الأولاني في الكورس بتاعنا اللي هو linear programming، إن أنا أقدر to address a certain problem express it as an objective function with constraints. الهدف ان انا to maximize او minimize the objective function اللي هو الهدف بتاع البروبلم بتاعتي. طيب مين هي الobjective function؟ It is a specific function. ممكن تبقى profit، ممكن تبقى revenue، ممكن تبقى cost، ممكن تبقى risk، ممكن حاجات تانية. الهدف المين بتاعي انه to maximize this function if it expresses مثلا revenue or profit.
ومينيمايز ات ان كيس اوف كوست اور ان كيس اوف كوست اور ريسك. يبقى ده اللي هو الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي. طيب مين هم الكونسترينز؟ الكونسترينز دول الكونديشنز اللي هم يعني بيحاولوا ان هو يحدهم من وصولك للماكسمايزنج او المينيمايزنج ابسوليوت. طيب ايه هي النون نيجاتيفيتي كونسترينز؟ اتس ا ريكومنديشن اون سم اوف ذا مين فاريبلز. دي توصيه بان المتغيرات اللي موجوده معاك لازم تبقى بوزيتيف. طالما ان براكتيكاليتي يبقى لازم الفاريبلز اللي انت بتاخد عليها ديسيجن تبقى بوزيتيف. براكتيكال يعني حاجه بتمسكها بايدك. يبقى اذا ده الهدف من النون نيجاتيفيتي كونسترينز. تاني بكرر لحد ممكن انها تجيلك مالتيبل تشويس. يعني ايه فيزبل اريا اوف سوليوشن؟ وده جالك مالتيبل تشويس. الفيزبل اريا اوف سوليوشن على طول هي it is the area where you can find a solution without violating any of the constraints, without breaking any of the constraints. In other words, it is the area where practical solution take place. هي المكان اللي بتقدر توجد فيه حلول practical, عملية ينفع انك انت تقوم بيها. وانا ضربت بدأ امثلة كتير بس مش عايز اضرب امثلة علشان ما تلصش فوكس. وبعدين في حاجات كتير عايز اكلمك عليها. يعني ايه unbounded solution area؟ الـ unbounded solution area دي تحصل لو انت الـ constraints fail to bound a specific area. يعني الـ constraints بتوعك ما فهلوش area محددة بس they are satisfied. يعني الـ constraints تم تحقيقها لكنها مش بتغلق مساحة واحدة. المساحة بتاعت الحل مفتوحة وهنشوف لها رسم كمان شوي. يعني إيه no visible area of solution that constraints can't bound one area of solution without violating each other من غير ما يكسروا بعض. يعني مستحيل تلاقيهم بيحددوا مكان من غير ما واحد فيهم أو مجموعة منهم violate each other بيكسروا بعض. يعني لا يمكن يتحققوا مع بعض. ده المقصود بال no visible area of solution. أما ننزل على مسألة فرميوليشن، خلي بالك يا جورج، خلي بالك أنت هيجي لك مسائل على الموديلينج. لو جات لك مسألة على الموديلينج هتبقى مسألة بسيطة جدا. لازم تخلي بالك من البوينتس دي. رقم واحد، you have to read the problem scenario more than once. لازم تقرأ المسألة. It's a mass word problem. أي mass word problem whatsoever لازم تقرأها أكتر من مرة. أنا I recommend إنه at least تقرأها two times. يبقى read the problem scenario more than once. At least read it two times. First time to recognize the problem scenario. تقرأ تفهم أنت بتتحكي في إيه القصة دي. Second time to determine the various constraints and objective function. أول خطوة تستخدمها لازم to choose suitable variables. Mainly هتلاقي ال variables x1 و x2 x3 دول ال decision variables. أو X و Y و Z زي ما أنت عايز أو A و B و C. ابدأ شوف مين الـ constraints، والـ constraints دي دايماً هتبقى inequality. الـ constraint يا شباب، الـ constraint دايماً هتلاقي فيه الـ variables أو أسامي الـ variables اللي عندك ولمتد بcertain value. دايماً ركز في الماتيريالز. يعني لو بقرأ مسألة أركز في الماتيريالز. دايما هيجي يقول لك والله انا بعمل شيئا ما بيستخدم كذا من ماتيريال رقم واحد وادي كده من ماتيريال رقم اثنين. يبقى اذا اقدر اكون الكونسترين بتاعي تبعا من دول. ودايما هيقول لك ان اقصى اتاحه للماتيريال دي بتساوي كده. ده ماكسيمم افيلابيليتي اوف ذس ماتيريال بيساوي كذا. فده هتقرا منين او تعرفه ازاي؟ انك تريد ذا بروبلم سيناريو مور ذان وان. طبعا develop the non-negativity constraints أو conditions. بعدين ابدأ ارسم دي الستبس بتاعت الجرافيكال ميثود. يبقى إذن أنا بذاكر وفي نفس الوقت براجع وبتابع في دماغي كل شيء تقريبا احنا مشينا فيه. يبقى إذن دي الخطوة الأولانية ودي أول نقطة لازم يبقى عندك عنها خلفية. وأنا برتب مسألة L&B الجزء ده الشير بتاعه في الفاينل اكزام الفرميوليشن ده ممكن يجي لك مسألة.
ممكن يجي لك مسألتين أو مسألة مطلوب فيها حاجتين objective وconstraint أو شيء من هذا القبيل. الجزء الأولاني بتاع definitions ده أنت ممكن يجي لك منه اثنين أو ثلاثة. انزل معايا. لما أجي أبص على example number one اللي هو كان بتاع Jetton Factory ولا whatever، أرجوك حلو تاني. المثال ده كويس. وأنا لو قررت أجيب لك مسألة formulation زي بتاعة الميدترم هيبقى قريب جدا من المسألة دي، فبص عليها تاني. عموما أنا مش هضيع وقتي فيه لأنه هو already عندك وأنا عديت عليه كتير، لكن على سبيل المثال عشان بس أجمع الأفكار في دماغك تاني وأرتبها، لو أنا بتكلم على مسألة بتاعة LMB ده الأوبجكتف فانكشن بتاعتي، وليكن هي 3XE زائد 2XI ودي الكونسترينز. المسألة دي من المسائل المهمة قوي. طيب أنا لو عايز أبدأ أعمل مسألة هنا، خلي بالك يا جورج، المسألة دي لو أنا حبيت أن أنا أعملها، أول خطوة ابدأ حط المساحة بتاعت الرسم بتاعتك، حط فيها horizontal axis و vertical axis، وليكن X و Y أو X1 ده X1 واللي هناك just a second كده أوضح، ده X1 وده X2. شباب انتوا شايفين الكورسر بيتحرك، يا ترى فيه lag؟ أنا بيتحرك قدامي كويس جدا وبسرعة، شايفينه؟ أنا بعمل لكم هاي اهو. لا أنا بتاك يا دكتور. أوكي، يعني بيتحرك قدامك شايفه كويس. تمام؟ تمام. أوكي، يبقى إذن أنا عندي X1 وعندي X2، ده أول step. بالنسبة للبروبلم بتاعتي أنا اخترت XE وXI، بس اللي أنت اخترته التزم بيه. اللي تختاره التزم بي. تعال بقى معايا كده واحدة واحدة. أنا هضرب بس مثال، أرجوك ركز جدا في الفيرست كونسترين. شايف الفيرست كونسترين؟ XE زائد 2XI ليه دانور إيكوال 6. أنا ده سألتك على فرميوليشن لده أكتر من مرة في الميدترم، سألتك عليه قلت لك لو أنا عندي الكونسترين ده لو عايز أرسمه إيه اللي لازم أطلعه؟ لازم أطلع على الكونسترين ده 2 points. ازاي اجيب الـ 2 points؟ اول حاجة اعملها احط XE ده بيساوي 0. لما احط XE بتساوي 0 هيبقى 0 زائد 2XI بيساوي 6، وبالتالي يبقى XI بيساوي 3. يبقى الـ point اللي عندي، ركز في كلامي، هو هيبقى recorded معاك، هيبقى 0 و 3، يعني 0 في XE و 3 في XI. أروح على طول على الجراف، أجي عند XE بيساوي 0، شوف أنا برجع إزاي، أدي XE بزير، واطلع على الـ XI لغاية point 3، أهي الـ point بتاعتي، أنا بشاور قدامها أهو، أنا كاتب لك عليها سهم وحطت لك عليها 3، إذا أنت واخد بالك. نفس الأسلوب typical، هرجع تاني للإكويشن بتاعتي، المرة دي أحط XI هو اللي بزيرو وأجيب الـ XE، يبقى ده معناه أن XE بتساوي 6، يبقى عندي 6 وزيرو. نفس السيستم بالضبط، هرجع تاني على الجراف إريا، أمشي في الـ XE لغاية نمبر 6 أهو، إي دي أهي بتشاور لكم، وعندي 0 وأنا حتى حطت لك عندها سهم، شايف أدا سهم يمين وسهم شمالهم، أروح ماسك الرولر بتاعتي وأروح موصل الخط اللي connecting these two points، أنا بمشي عليه بإيدي أهو. بعد ما عملت الخط ده أجيب point 0 0، وأشوف يا ترى point 0 0 satisfying this constraint ولا لا. أطلع فوق أروح قايل 0 plus 2 times 0 which is 0، هل ال 0 less than 6؟ أيوة. يبقى إذن كل المنطقة اللي تحت، كل الريجن، كل الاريا اللي under straight line number one is satisfying this constraint. مش عايز اضيع وقت اكتر من كده، كل constraint من الconstraints دول علشان اجيبه لازم اوجد عليه 2 points. اجمل 2 points توجدهم، مرة احط XE بتساوي 0 واجيب XR، بعدين أحط XI بزيرو وأجيب XE. يبقى دي الفكرة
الفكرة الأساسية اللي أنا بقدر أطلع بيها أي كونسترين. شباب كلامي واضح؟ أي مشكلة مطرح ما أنا واقف؟ تمام؟ تمام يا دكتور. تمام يا تمام؟ تمام. روعة روعة روعة. انزل معايا. مجرد ان انا وصلت للمرحلة اللي انا بكلمك عليها، انا رسمت اللاين نمبر 1 او الكونسترين نمبر 1، الكونسترين نمبر 2، الكونسترين نمبر 3 وهكذا 4 و 6. كده انا جبت الفيزبل اريا اوف سوليوشن، حددت الفيزبل اريا اوف سوليوشن، انا كاتب لك عليها اهو فيزبل اريا اوف سوليوشن. لو انا عايز اعمل المسألة جرافيكال، خلي بالك ده في الجرافيكال ميثود، كل اللي انا هعمله عندي الاوبجكتيف فانكشن مش بتساوي نمبر، ده هي بيقولك الاوبجكتيف فانكشن هي 3 اكس اي زائد 2 اكس اي، فانا لازم افترض رقم وبالتالي تبقى رجعت خط مستقيم ونفس الاسلوب، احط مره اكس اي بصفر واجيب اكس اي، واحط اكس اي بصفر واجيب اكس اي، واجيب شكل اللاين ده اهو. انا لو فرضتها مثلا ب 12 ب 6 بواتيفر جبت اللاين، لذلك انا عامل لك الخط ده طويل شويه، وبقول لك الخط ده لو انا عايز اعمل ماكسمايزنج همشي في الاتجاه اللي الاكس اي والاكس اي يزيدوا فيه، والاتجاه اللي انا بشاور عليه ده اتجاه الزيادات اهو. فهتلاقي اللاين ده انا عملت بارلل له اهو، عامل لك سهم، ده اتجاه الزياده، وكاتب لك increasing direction objective function، امشي لغايه اخر بوينت قبل ما تسيب الفيزبل اريا اوف سوليوشن، ودايما اخر بوينت قبل ما تسيب البوزيتيف او الفيزبل اريا اوف سوليوشن هتبقى كورنر بوينت. بص على الكورنر بوينتس اي وبي وسي ودي واي واف، يبقى واحده منهم اللي هتبقى اللي هتدي لك ماكسمايزنج، ده في حاله ان انت بتكملها جرافيكال. وانا يعني استبعد سنه يعني ان انا اقول لك على قصة الجرافيك لانك مش هترسم. طيب تعال معايا تاني، لو انا بتكلم بقى على تاني ميثود من الميثودز الكورنر بوينت ميثود، وهو قايل نفس الكلام بالظبط اللي انا بقوله لك، خلي بالك يا نوران، بيقول ايه؟ بيقول لك ان المسألة بتاعتك الماكسمايزنج او المينيمايزنج بالنسبة للأوبجكتيف فانكشن it will happen only and only if at a corner point بتاعة الفيزبل اريا اوف سوليوشن. ما هو ما ينفعش اي كورنر بوينت طبعا، ما انت لازم دماغك برضو يبقى شغال. ما هي دي اسمها كورنر بوينت تقاطع تو كونسترين، دي اسمها كورنر بوينت تقاطع كونسترينز، دي اسمها كورنر بوينت البوينت اللي انا بطلع لها بشاور عليها بالكورسر ده اهي. بس البوينت دي مش within the visible area of solution. الكورنر بوينت لازم تبقى كورنر للفيزبل اريا اوف سوليوشن. طبعا لو انا بقى نظفت المساحه اللي ورا دي علشان تبقى واضحه قدامك وشرت الخطوط اللي ملهاش لازمه، ادي شكلها A B C D E F، دي الفيزبل اريا اوف سوليوشن. يبقى انا لو عايز اشتغل كورنر بوينت لازم اعمل جرافيكال ريبريزنتيشن للفيزبل اريا اوف سوليوشن، ديتيرمين الكورنر بوينتس، بعدين اعرف لي كل كورنر من الكورنرز دول انه تو كونسترينز بيقطعوا. لو انا رجعت للدروينج اللي ورا ده او الجراف اللي ورا ده هلاحظ، بص بالراحه كده، شايف الاكس اي لاين الهوريزونتال ده نمبر 5، اللاين الفيرتيكال ده نمبر 6. فلو جيت تبص على الاي، لو جيت تبص على الاي اللي انا بشاور عليها دلوقت، هتلاقي ان الاي ده هي اللي السهم بيشاور عليها، هي اللاين ده مع اللاين الفيرتيكال اللي هو 5 و6. لو جيت ابص على بي، شوف انا بشاور على بي بالكورسر، هتلاقيه كونسترين نمبر 3 وكونسترين نمبر 6 اهو. لو جيت تبص على السي اللي انا بشاور عليها بالكورسر، يا رب ما يكونش فيه لاج عشان تبقى انت شايف حركه الكورسر، ادا السي، هتلاقي عندك اللاين اللي هو 4 مع اللاين اللي هو 3. لما اجي ابص على دي هتلاقي لاين اللي هو نمبر 1 مع اللاين اللي هو نمبر 4. الاي هتلاقي اللاين نمبر 2 او الكونسترين نمبر 2 مع الكونسترين نمبر 1 and so on. الكلام ده على طول، ها جورج معايا، الكلام ده على طول بالظبط
تلاقيه موجود عند حضرتك في الجدول ده. الجدول ده مش ضروري انك تبقى حافظه، بس الجدول ده هو بيساعدك. وانا كل اللي انا عملته قلت ان هما A و B و C و D و E و F، اللي انا عملته دلوقتي عملته هنا في الجدول A و B و C و D. هنا كتبت number of constraints، حولتهم constraints، بعدين قلبتهم equations، بعدين ابدأ احلهم مع بعض. شباب ارجوك، انت عارف يعني ايه بحلهم مع بعض؟ معنى ان احل two constraints مع بعض ده معناه جارك، خلي بالك ان احل two constraints مع بعض يعني اوجد الانترسكشن between them. عشان اوجد intersection between two constraints يبقى لازم اعمل substitution from one of them into the other. ده معنى فكرة انك to solve them together. فمثلا لو جيت تبص على 5 و 6، 5 بيقول لك x e ب 0 x i ب 0 يبقى الريزلت 0 0. لو جيت على 3 و 6 هتلاقي negative x e plus x i equal 1 و x e equal 0. لما تحط x e ب 0 هيديك x i بيساوي 1، يبقى البوينت 0 1. لو انا خدت 0 1 وعط في الobjective function طلعت الفاليو. لما تعمل الجدول ده لو انت المسألة كانت maximizing، بص على اكبر value of the objective function، وتبقى هي دي اللي انا بشاور عليها، دي نقطة الoptimality. لو انا كنت بعمل minimizing كنت هدور على اقل value هنا، وده سؤال ممكن يجي لك يقولك at the corner point method after getting the values of the objective function in maximizing، واروح مدي لك A و B و C و D. ال A the maximum value of the objective function, the minimum value of the objective function, it is not applicable, none of the other choices، وتختار الإجابة بتاعتك. كلام سهل جدا. شباب حضراتكم تابعيني، في مشاكل مع أي حد؟ ها؟ أوكي؟ أكمل؟ تمام؟ تمام يا دكتور، تمام تمام يا دكتور. طيب تابعوني، بصوا لو انا جيت هنا بالنسبه للشكل ده وانا بنزل كده ولقيت ان اكبر رقم هو 1265، يبقى ده معناه ان النمبر اوف كونسترينز اللي انترسكت او الكونسترينز اللي انترسكتس هم 1 و 2، معنى ان دول هم اللي ديفلوب البوينت هي 3.33 1.33 اللي هي بتدي لك 12.65 whatever. يعني اذا 1 و 2 هم البايندينج كونسترينز. وابدا دلوقتي في معرفه نوع انواع الكونسترينز المختلفه، ان في حاجه اسمها بايندينج كونسترينز وفي حاجه اسمها نون بايندينج كونسترينز. لو انا رجعت للشكل اللي قدامك ده الاحظ ان كونسترين نمبر 2 كونسترين نمبر 1 دول بايندينج. تاني بكرر يعني ايه binding constraints؟ binding constraints اللي هي constraints اللي their intersection will develop the optimality point، هي constraints اللي their intersection بيدولك optimality point. طيب constraint number 4 non-binding، constraint number 3 non-binding، constraint number 5 non-binding، constraint number 6 non-binding. ليه non-binding؟ لأنه مش بي-intersect at the optimal point. لو أنت واخد بالك كل الحاجة بتقتل مع بعضها. تعالي على شابتر 2. أنا خلصت شابتر 1. طبعاً موجود عندك مسائل كتير، لكن كافي أنك تحل مسألة واحدة أو تعدي على مسألة واحدة. لو دخلت في شابتر 2، شابتر 2 ده بيكلمك على special cases وال-slope method. وكمان موجود فيه جزء بتاع sensitivity analysis يهمني جدا فيه السؤال اللي ناس كتير سألت عليه الفترة اللي فاتت، وهي ازاي بطلع، او يعني ما عرفش ليه بعد ان انا نبهت عليه كتير او اتكلمت عليه كتير، الoptimality analysis اجيبه منين واليونت وورس اجيبها منين. انا مش هتكلم عن unit worth هنا لانها هتطلع لك اوتوماتيك وانا مش مبهدلك قوي فيها لان انا عارف انها خنيقة أو ممكن إنها تبقى صعبة عليك. لما أجي أتكلم على الكيسز أو السبيشال كيسز، إحنا عندنا 4 سبيشال كيسز. أرجوك بص كويس. وإيه بي كده جايين لك في الفاينل إكزام. جايين لك multiple choices.
هنا بيقول لك in linear programming problems يعني ايه alternative solution. ال alternative solution case دي هتحصل امتى؟ يحصل عندي alternative solution لما يبقى الاسلوب بتاع الobjective function بيساوي الاسلوب بتاع واحد من البايندينج constraints. يعني الobjective function بتوازي واحد من البايندينج constraints. يبقى على طول alternative solution امتى يحصل؟ slope of the objective function equal one of the binding constraints equal the slope of one of the binding constraints. ده معناه يظهر عندك alternative solution. على فكرة alternative solution دي it's a good case, it's a beautiful case, favorable case. شمعنى ليه؟ لان ده معناه ان نقطة A هتدي لك نفس الفاليو زي نقطة B. يعني معناه ان انت ممكن تجيب الماكسيمم فاليو اللي انت ريتش سيكينج او المينيمم فاليو اللي انت بتدور عليها مش بس عند نقطة من النقط بتاعت الكورنرز، لا عند نقطة B وعند نقطة A، ده كمان عند اي نقطة موجودة بين ال A وال B. فدي معناها alternative solution case ودي حالة كويسة قوي. طيب ايه هي الديجنرسي؟ الديجنرت كيس تحصل لو عندك البوينت بتاعت الاوبتيماليتي defined بmore than two constraints. دي معناها ان انت عندك degenerate solution لو البوينت of optimality was defined by more than two constraints، متعرفة باكتر من constraint. يبقى اذا دي على طول معناها degenerate case، ودي بتحصل لما اكتر من two constraints be intersect together. انزل معايا، يعني ايه no visible area of solution؟ تحصل لو no area of solution will satisfy all the constraints، مفيش area محددة او الconstraints ما يقدروش يحددوا مكان واحد without violating each other. تلاقي مثلا constraint ده باصص، constraint اتنين باصص لتحت، يعني الpoints اللي تحتيه بتحقق، لكن constraint ثري الpoints اللي بتحققه فوقيه، فما فيش مجال انه في ملاقاة بينهم، ما بيتقابلوش في مكان ما. شباب حضراتكم تابعيني؟ ها تمام؟ اوكي؟ اسعد تمام؟ تمام يا دكتور، معاك يا دكتور، تمام اوكي روعة، تمام مية مية. انزل معايا بقى، يبقى اذا دي الكيس بتاعت النو فيزابل اريا اوف سوليوشن. لو بتكلم على الانباوندنس، خلي بالك ان الكونسترينز برضو فيل ان هما تو باوند سبيسيفيك اريا بس without violating each other. يعني خلي بالك خلي بالك خلي بالك، بص على التو كيسز دول، الكيس بتاعت النو فيزابل اريا اوف سوليوشن والكيس بتاع الانباوند سوليوشن كيس. Both of them الكونسترينز كانت هولد ا سبيسيفيك اريا، بس في حاله النو فيزابل اريا اوف سوليوشن دي كانت باوند ا سبيسيفيك اريا من غير ما يكسروا بعض، they violate each other they break each other، بيكسروا بعض. مفيش اريا will be satisfied by all of them وهم كلهم satisfied، لا لازم هتلاقي فيهم واحد او اتنين مش satisfied. على عكس في حالة الـ unboundness فعلا الconstraints they fail into bounding او to find a bounded area of visible area of solution بس they are all satisfied، كلهم satisfied كلهم صح. يبقى هنا the area of solution is not bounded by the constraints، بس خلي بالك ان هم كلهم بلا استثناء satisfied، والكيس دي كيس كويسة، وخصوصا لو بتعمل maximizing in the direction of these open-ended constraints، ودي حالة كويسة جدا. ده معناه ما فيش limits بالنسبة لك، ارض مفتوحة. انزل معايا كده، الاكزامبل ده مهم جدا وده موجود عندك في البي دي اف. انا I recommend انك تعمل الاكزامبل ده وتحله بايدك. الاكزامبل ده بيتكلم على عايزك تحل المساله بتاعتي بالسلوب ميثود رقم 2. هو مش شرط الاسلوب، يعني مثلا لو انا جيت ادي لك مساله زي دي بقول لك حلها، من اجمل الطرق اللي تستخدمها لو ما فيش سبيشال كيسز يبقى السلوب ميثود. السلوب ميثود بتبوخ شويه
لو انت في سبيشال كيسز، لو في سبيشال كيسز في المساله بتاعتك تبدا الاسلوب ميثود تبقى مش ظريفه شويه، يعني مش ظريفه، محتاجه نوليدج كويسه. وانت عندك في الشابتر ده الفيريوس كيسز اللي انت ممكن تشوفها لو انت عندك بالاسلوب ميثود، ارجوك بص عليه. لكن المثال ده كويس جدا انه ينقل لك حاجات كتير ويتكلم كمان على الالاوبل انكريز والسنسيتيفيتي اناليسيس، فالمثال ده لازم تحل. هنا بيقول لك زد بيساوي 9x1، انت عارف، انتوا عارفين يعني ايه لازم تحله؟ فاهمه يعني ايه لازم تحليه هلا؟ يعني المثال ده فيه افكار كتير انت ممكن يجيلك مش هو بس ممكن تسألي على أجزاء منه. ما احنا كلنا دلوقتي متفقين أنا مش هجيب لك مسألة from scratch، أنا قلت ده كتير، لكن ممكن أسألك على جزء محدد الاسلوب، يعني قطعة من مسألة، جزء من مسألة، وهتشوف ده في الآخر في بعض multiple choices اللي موجودة في الآخر. خلي بالك المثال ده بيقول z بيساوي 9x1 7x2، ده الobjective function subject to the following constraints: 12x1 + 4x2 ≤ 60، 4x1 8x2 ≤ 40، ومدي لك 3 و4، دول non-negativity constraints. شباب الاسلوب method بتحدد الماكسمايزيشن او المينيمايزيشن عن طريق ان الاسلوب بتاع الobjective function يبقى bounded embedded، محصور in slopes بتاع two constraints. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا السلوب بتاع الobjective function اللي قدامي هيساوي negative value بتاعة الcoefficient اللي قدام x1 divided by الcoefficient بتاع x2، يعني مثلا -9/7. لازم الفاليو دي تبقى in between the slopes of two constraints من الconstraints اللي عندك. تعالى انزل معايا هنا، هيقول لك ان انا بجيب السلوب of the objective function الاس اللي هي بتساوي -9/7، نفس الاسلوب. بصوا انا باخد -9 اقسمها على 7، هو ده بالظبط اللي انا هعمله مع كل constraints نفس الاسلوب. يبقى ده هيبقى -12/4، -4/8، -1/0 اللي هو نيجاتيف انفينيتي. بعدين هنا مفيش اكس 1 يبقى 0/1 اللي هو بزيرو، انا كاتبهم اهم الكونسترين نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4، جبتهم بنفس الاسلوب بالظبط اللي انا قلت عليه فوق اهو، جبت الكونسترين الاولاني وهكذا كل كونسترين من الكونسترينز دول وحطيت تحت الاسلوب بتاعه، بعدين رتبهم من الصغير للكبير. لما اجي ابص على دول هيبقى الاصغر نيجاتيف انفينيتي، الاكبر نيجاتيف 3، الاكبر منه نيجاتيف هاف، بعدين نيجاتيف 0، اهم انا رتبتهم. يبقى شفت الأصغر اللي هو نيجاتيف إنفينيتي ده الكونسترين نمبر 3، يجي بعدي نيجاتيف 3 ده الكونسترين نمبر 1، بعدين نيجاتيف هاف ده الكونسترين نمبر 2، بعدين 0 ده كونسترين نمبر 4. بعدين أبص S اللي هي بتساوي -9/7، يا ترى ده in between أنه 2 constraints من الكونسترينز دي، يعني أنه نمبر من النمبرز دي. طبعا 9/7 هيبقى بين -3 ونيجاتيف هاف، ايوه صح كده يا فندم، يبقى بين 1 و2 اهو، يبقى هو بين 1 و2. طالما بين 1 و2 يبقى الكونسترين نمبر 1 والكونسترين نمبر 2، الكونسترين نمبر 1 ده اهو ده اهو، والكونسترين نمبر 2 اللي هو ده، دول اسمهم بايندنج كونسترينز، والتو كونسترينز دول 1 و2 هما دول اللي السولوشن بتاعهم يديلك الاوبتيمم للاوبتيمال فاليو. او ما اروح اجيبهم بقى، 12x1 + 4x2 بيساوي 60، و4x1 + 8x2 بيساوي 40، او رجعت فوق ادا الكونسترين نمبر 1 وادا الكونسترين نمبر 2 نمبر 2، اروح احلهم مع بعض نمبر 1 ونمبر 2، حولتهم ايكويشنز اهم، يبقى 12x1 + 4x2 بيساوي 60، 4x1 + 8x2 بيساوي 40، ودول طريقة الحل بتاعهم موجود عندك في الليكتشر الريكوردد بتاع تشابتر 2،
روح شفت، روح بقى بص على هتلاقيني حللها في المحاضرة كويس جدا. يا إما تحلون بالكالكليتر واتفر، أنا عموما طلعت البوينت اللي هي 4 و 3. لو أنا خدت 4 و 3 وطلعت على الأوبجكتيف فانكشن بتاعتي اللي هي دي، أشيل X1 وحط 4، أشيل X2 وحط 3، أطلع الفاليو أوف Z. لما بعمل كده أهي الأرقام بتاعتك 9 times 4 زائد 7 في 3 يبقى 57. أنا جبت إيه؟ دي القيمة الأوبتمال بتاعتي. دي البايندين كونسترينز، دي البايندين كونسترينز. على فكرة انت لو خدت البوينت اللي هي 4 و 3 وجيت تعوض في الفيرست كونسترين هتلاقي الافيلابيليتي ب 60، ما هو كان ليه زانر ايكوال 60، لما تحط 4 وتحط 3 هتلاقيه بيساوي 60. ما اضرب كده 4 تايمز 12 هيدي لك 48، و 3 تايمز 4 ب 12 مجموعهم 60. طب فين الانيوزد ماتيريالز؟ صفر، لان دي الماكسيمم بتاعها 60. لما انت جبت ان x1 بيساوي 4 و x2 بيساوي 3 يعني انت استهلكت ال 60 دول، وتحتيها نفسها نفس الكلام، يعني اذا الافيلابيليتيز خلصت، ال 60 وال 40 خلصت. عشان كده دول اسمهم بايندينج كونسترينز، عشان كده اسمهم سكيرس سكيرس كونسترينز. ويبقى في السمبلكس x3 و x4 بتوعهم بيساوي صفار، لان ما اصبحش في منهم فاليو لسه عندك، خلاص هم اصبحوا فيهم ندرة يعني مش موجودين. طيب لو انا عايز اجيب الاوبتيماليتي رينج، لو انا عايز احصل على الاوبتيماليتي رينج، مستر جورج خلي بالك ان انا لما بجيب جورج جدالله، لما بحاول اجيب الاوبتيماليتي، الاوبتيماليتي بيتحسب من الكوفيشنتس اوف ذا اوبجكتيف فانكشن. حضرتك معايا؟ ها معاك جورج معايا؟ انا بحب اسمع صوتك. تمام يا دكتور. تمام. انت هريني فويس مسجز على الواتساب ومش بعرف امسكك، بيبقى اديك في دماغك يعني. يبقى اذا دلوقتي انا عارف ان الاوبجكتيف فانكشن، خلي بالك الاوبتيماليتي رينج بيتحسب من الكوفيشنتس بتاعت الاوبجكتيف فانكشنز اللي هما سي 1 وسي 2، هو ده الاوبتيمال. الاوبتيمال ما هو انا العب في الاوبتيماليتي لما اغير في الاسعار، لو بتكلم على الاوبجكتيف فانكشن يبقى دي اسهل شيء اللي هو الدايركت على طول. يبقى اذا انا عندي سي 1 وسي 2 دول الكوفيشنتس بتوع الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي. عشان اقدر اطلع الاوبتيماليتي رينج، لو انا عايز اجيب رينج سي 1 هقول نيجاتيف سي 1 على سي 2 اكني بجيب السلوب. يبقى علشان البايندينج دول يدنهم بايندينج لازم نيجاتيف سي 1 على سي 2 يساوي، يبقى ان بتوين سالب 12 على 4 وسالب 4 على 8. يعني ده معناه ان C1 نيجاتيف C1 على C2 هي بتوين، ما لما اقسم 12 على 4 ب 3 يبقى بتوين سالب 3 وسالب نص، دي 4 على 8. ارجوكوا تكونوا مركزين معايا. معايا مريم؟ يبقى 12 على 4 اللي هي ب 3 و4 على 8 اللي هي بنص، طبعا بالنيجاتيف، لازم نيجاتيف C1 على C2 يبقى ان بتوين ذم اهو. لما اضرب في نيجاتيف العلامات تتقلب ويبقى C1 على C2 less than or equal 3 more than or equal half اهو. انا مثبت C2، لما اضرب C2 اللي هو ب7 في الاكويشن دي، ام سوري في الانيكواليتي دي كلها، هيبقى ده معناه ان C1 less than or equal 3 C2 وhalf C2. لما C2 ب7 يبقى ده ب21 وده ب3.5، وتعالى بص يبقى C1 more than or equal 3.5 و less than or equal 21، أدي القيمة بتاعتي. ده أنا جبت الرينج بتاع C1 بس تحت شرط إن C2 بسبعة، يعني أنا غيرت الأسعار بتاعت C1 بس C2 ثابت، وأقدر أجيب C2 إزاي؟ بص هقول نيجاتيف C2 على C1، نيجاتيف C2 على C1، معايا مهند؟ ويبقى هي نيجاتيف 4 اوفر 12 ونيجاتيف 8 اوفر 4. يعني يبقى نيجاتيف سي 2 على سي 1 هو مور ذان اور ايكوال نيجاتيف 2 ليد ذان اور ايكوال نيجاتيف
1 over 3 اضرب في نيجاتيف يبقى سي 2 على سي على سي 1 less than or equal to more than or equal 1 over 3. السي 1 يدنه ثابت ب 9 فانت لو ضربت في 9 يبقى ده معناه ان السي 2 more than or equal to 3 less than or equal to 18. لو انا حطيت دول في جدول ده الجدول ولا اي حاجه عملتها انا خدت بس الارقام دي رصيتها كده ما هو 3 و 18 يبقى الحد الأدنى 3 الحد الأعلى 18 دول الأدنى والأعلى بتوع مين؟ بتوع سي 2 بتاع سي 2 واللي فوق اللي هم 21 و 3 ونص دي المينيمم والماكسوم بتاع سي 1 ودول الكارنت معلش تحت شروط الأولاني ده اللي هو سي 1 من 3 ونص ل 21 بس تحت شرط إن سي 2 ثابت واللي تحت اللي هو من 3 ل 18 تحت شرط ان السي 1 ثابت لو انت هتلعب في الاسعار بتاعت الاثنين مع بعض لازم تستخدم قانون ال 100% وانت معرض لاسئله فيه خلي بالك ان from 21 ل 9 ده اسمه الالوبل انكريز ومن 3.5 ل 9 ده اسمه الالاوبل ديكريز بص 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 على الرينج الاولاني ده بص على الرينج الاولاني ده خليك معايا جورج ها هاجر خليكي معايا اوكي نوران خليك معايا بص يا عمر لما اجي ابص كده from 9 to 21 الرينج من 9 ل 21 الرينج اللي انا بحرك ايدي فيه ده اسمه الالاوبل انكريز والرينج من 9 يعني الارقام من 9 ل 3.5 ده اسمه الالاوبل ديكريز يعني انا ممكن العب في الاسعار بتاعت ال 9 الكوفيشنت الرقم قيمه اكس 1 ازود فيه لغايه 21 بس ما تنساش ان ده تحت شرط ان سي 2 ثابت والعكس برضو تحت سي 2 اقدر احركه من 7 ل 18 بس تحت شرط ان سي 1 ثابت والكلام ده موجود في الباراجراف اللي انا كاتبه تحت انزل لو انت عايز بقى to change both of them عايز تغير لك بقى سي 1 وسي 2 الاثنين عايز تلعب فيهم ما حدش قالك لا بس لازم البرسنتج انكريز او الحركه اللي انت هتعملها سواء increasing و decreasing او increasing for both of them او increasing one of them و decreasing على فكره يا شباب في موضوع مهم قوي انا اسف هو بعيد عن الكورس بتاعنا بس ده لازم تخلي بالك منه الدول بره او يعني وهنا في مصر برضو في ناس اللي هم يعني مور يعني a little bit complicated or يعني well developed بيبدا انه يحرك اتجاه الزبون يعني بالنسبه للبرودكتس بتاعته يبدا يخلي الزبون اللي اختار انه يشتري من البراند بتاعه يفضل واحد من البرودكتس بتاعته على البرودكت التاني ازاي يلعب في الاسعار بتاعته يعني يرفع سعر واحد وينزل سعر واحد كده بيدايركت الفيفرابيليتي بتاعت الكاستمرز بتوعه وده شيء كويس لانه بالنسبه له ده جزء مهم جدا في التسويق لانك دايركتنج يور كاستمرز فانت بتوجههم للسلعه اللي انت شايف انها مش ماشيه قوي عشان تقدر انك تصرفها وتكسب المهم انا بس حبيت ان انا اقول لك الريمارك دي انا عندي هنا البرسنتج ايرور ان سي 1 زائد البرس كلمه ايرور قصده يعني انك هتغير في السعر فهيشكل ايرور بالنسبه للمساله فالراجل بيقول البرسنتج ايرور ان انكريز هتساوي الايرور اللي هو الرينج اوف انكريز على الالاوبل انكريز نسبة الزيادة اللي انت هتزودها على المسموح به في الزيادة وتحت نفس الكلام لو انت في سي 2 والديكريز بنفس الاسلوب ده برضو برسنتج الديكريز على الالاوبل ديكريز لذلك بقول لك المثال ده حلو بيقول لك هنا مثلا بيقول لك in order to show that changes let's consider that the prices طبعا دي هنا مشروحة لكن انت في الامتحان ممكن يقول لك if the prices of x1 change it to be 12 instead of 9 لو انا غيرت الاسعار بتاعت التسعة دي التسعة دي هغيرها بدل ما هي 9 انا خليها 12 والسبعة دي هغيرها بدل ما هي 7 خليها 4
يا ترى الاوبتيمال اللي انت جبته اللي هو كان 3 ولا 4 او 4 و3 ولا واتيفر يا ترى ريمينز اوبتيمال؟ هيدنه اوبتيمال ويبقى بكام؟ اعرف منين؟ لو هو هيدنه اوبتيمال لازم قانون ال 100% ده يبقى مظبوط، يعني البرسنتج الفاريشنز ان برايسز لازم تبقى ليه دنه ايكوال 100. تعال نحسب، انا بقول 12 بدل 9 هروح قايل 12 ناقص 9 على الالاوبل انكريز، هي بقت 12 بدل 9 يبقى 12 ناقص 9 على 21 ناقص 9، وبالتالي هتلاقي ده موجود عندك اهو 12 ماينس 9 ده الايرور مقسوم على 21 ماينس 9 ده الالاوبل انكريز. شباب انتوا متابعيني؟ طبعا تضرب النسبه دي في 100 طلع لك مثلا 0.25 اللي هي 25%. similar manner لو انا بعمل الديكريز بدل ما كان بسبعة نزل لاربعة والالاوبل من سبعة لتلاتة يبقى ده يدلك 75 زي ما انت شايف كده ان هما 100. طب وده يبقى معناه ايه؟ ولا اي حاجة، بدل ما الobjective function كانت 9x1 زائد 7x2 هتبقى 12x1 زائد 4x2 اهي انا كتبها لك تحت 12x1 زائد 4x2، شيل بقى x1 حطها ب 4 وشيل x2 حطها ب 3 لان الاوبتيمال زي ما هو. وادت لك مثال تاني هتلاقيه موجود عندك بقى في قلب الورق في الجزء ده، ان لو انا غيرت وطلعت البرسنتج انكريز بيكسيد ال 100 يبقى اذا ده معناه ان الاوبتيمال مش هيدنه اوبتيمال ولازم تحل المساله بتاعتك. انت ممكن تتسال في القانون بده في الجزء ده اللي هو ال 100 percentage low اللي انا بشاور عليه دلوقتي، القانون اللي انا بشاور لك عليه دلوقتي ومعلم عليه ده. لغاية دلوقتي انت خدت جزء محترم من الكورس بتاعنا وعديت عليه، وانا بتالي اقل من ساعة وكمان بتكلم وبعيد وبهرج. يعني انزل على شابتر 3. شابتر 3 ده انا بتكلم على السمبلكس. حضرتك ايوه فندم الفايل ده ايه؟ حضرتك نزل الفايل؟ هو مين اللي جورج اكيد اللي بيسال. ايوه اسكت اسكت. هنا لما انا اساسا ده عندك بس مش مشكله نبقى نشوف ده بعدين. دلوقتي لما انا بتكلم على الستاندرد سامبلكس، خلي بالك يا جورج لما بتكلم على الجزء بتاع السامبلكس، السامبلكس ده في جزء بتاع الستاندرد سامبلكس، وغالبية الأسئلة اللي أنا هصطادك فيه وهصطادك فيها في الجزء بتاع لأن ده جزء مهم، الأسئلة اللي هسألك فيها جاية على الستاندرد سامبلكس لأنه الأسهل بالنسبة لك. طيب يا أحمد هو إيه الستاندرد دي؟ إيه أهميته يعني؟ معايا وفاء؟ يا وفاء ما جاتش النهاردة ليه؟ عليا أهو، أسعد، جمال، جورج، هالة، إبراهيم، مريم، اوكي مريم، جورج، مينا، محمد، محمد، نوها، نور، نوران. اوكي يعني اذا الناس اللي بدناها تجري في وسط الدفعه بتاعتنا وانا ما بلاقيهاش زي فرح، شروق، مش عارف، الناس دي مش موجوده النهارده، مش ممكن ما عرفوش. انا اكدت وحتى قلت لناس كتير قوي تاكد ان ميعاد الليكتشر وموجود عندك وتشوف ايه، لو انتوا عاملين جروب مع بعض لازم تقولوا البق وهكذا. بس عموما هي الليكتشر ريكوردد فايتس اوكي، بس كنت اتمنى الناس كلها تبقى حاضر. طبعا هنا بيقول this method solves maximize، يعني علشان تعمل ستاندرد لازم يبقى عندك تو، في عندك تو كونديشنز. رقم واحد ان all constraints are less than or equal، ورقم اتنين ان المساله بتاعتك maximizing a problem. التو كونديشنز دول خلي بالك جدا يا جورج، التو كونديشنز دول بيضمنوا لك ايه؟ بيضمنوا لك ان نقطه الاوريجين هي واحده من الكورنر بوينتس. اقول لك على سر، اصل السمبلكس ميثود هي الكورنر، بتمشي على الكورنر بوينت او بوينتس، بس الكورنر بوينتس بيدي لك كل الكورنرز بتاعت الفيزيبل اريا اوف سوليوشن، لكن السيمبلكس بتحدد فقط البوينتس اللي عندها البوينتس اللي توصلك للماكسيمم او المينيمم في اسرع طريق. طريقه التكنيك بتجبر كده.
هنا بيقول لك replace all the less than or equal inequalities to equality using positive slacks, construct the standard symbolic table, determine the basic variables and the non-basic variables. بعدين تترمن the entering variable, use Gauss-Jordan technique اللي هو انك تضرب صف في رقم وتجمعه على رقم. تابعني قوي قوي الجزء ده معمول هنا كويس. Just a second, خليني اخد بس اشرب بق مية. الحمد لله. بيقول maximize the following problem and find its optimal solution using the simplex method. ودي مسألة احنا حليناها كتير. 6x1 زائد x 8x2 subject to add a constraint add a تاني وهكذا. اول step لازم اعمله لازم احط positive slack. والبوزيتيف سلاك ده اللي هو انا بخزنه بانه الستورز بتاعتك او الريزيرفوارز بتاعتك. يعني معناها ان 3x1 زائد 2x2 انا هحط x3 بوزيتيف لازم يبقى بوزيتيف سلاك والكلام ده بيساوي 24. الكونسترين اللي بعديه بلس x4 وبيساوي 20. الكونسترين اللي بعديه ولا whatever يبقى بلس x5. ارجوك بص على دول كويس جدا, بص على دول كويس جدا, x3 x4 x5 تاني x3 x4 x5 x1 و x2 x1 و x2 تاني اهو خلينا نغير لك ايدي x1 و x2 الاثنين دول اسمهم decision variables لكن x3 x4 x5 دول اسمهم slack variables. اوعى لما تشوف x3 ده يعني انا بتكلم على first constraint, لما تشوف x4 في اي مكان يعني انا بتكلم على second constraint, لما تشوف x5 في اي مكان يعني انا بتكلم على third constraint. يبقى انا دلوقتي عرفت x3 و x4 و x5 دول indications على الكونسترينز. وعلى فكرة معرفتك بالمعلومة دي اللي هيساعدك في الآخر انك تعرف مين البايندينج ومين النون بايندينج. انا عايز ابدأ اعمل formulation يبقى لازم اكتب الزد function. الزد function تكتب 6x1 8x2 زائد 0x3 0x4 0x5. شباب متابعيني؟ هبدأ على طول step number one اعمل الجدول الظريف اللطيف اللي قدامك ده. هنا basic variables x1 x2 اهم فاضيين, x3 x4 x5 دول اللي هم slack variables, هنا solution, هنا ratio, وهنا remarks لو انت تحب تكتب remarks. اول حاجة هعملها هحط objective function اهي 6 x1 زائد 8x2 زائد 0x3 زائد 0x4. شوف الجدول لسه فاضي اهو. مكان اول رو رحت حاطط الزي, زي بيساوي 6 at 8 0 0 0 والفاليو بتساوي 0. at this stage x1 وx2 بيساوي zeros فيبقى 6 في 0 8 في 0 0 في x3 0 في x4 0 في x5 كلهم will develop ان السولوشن بتاعك ب 0. بعدين ابدأ احط الكونسترينز بتوعك اهم. هنا هكتب السلاك. الفيرست كونسترين مين الانديكيتور بتاعه؟ x3. السكند كونسترين مين الانديكيتور بتاعه؟ x4 كتبته. وهكذا بالنسبة للثيرد كونسترين its indicator is x5. وابدأ احط الريزلتس 3 2 1 0 0 اهم 3 2 1 0 0 بيساوي 24. اللي بعديه 1 2 0 في x3 لان هنا مفيش x3, 1 x4 0 x5 مفيش x5 وده بيساوي 20. واللي بعديه 1 بعدين 0 0 0 1 وبيساوي 6 اهم. كده قدرت ان انا احط الكونسترينز بتوعي ودي الارقام بتاعت الاوبجكتيف فانكشن زي يا شباب ما انتم شايفين الجدول بتاعك اهو قدامك.
طبعا لو انت واخد بالك انا كاتب لك في الريماركس انيشيال زد بتساوي زيرو، لسه ما اشتغلتش انا اكس 1 بصفر واكس 2 بزيرو. خلي بالك يا نوران، هبدا اهو اول حركه بعملها يا شباب بعمل سيرش. اصل الستاندرد تيبل ده، الستاندرد تيبل اللي احنا بنتكلم عليه ده اهو، الستاندرد تيبل ده في معلومه غايه في الاهميه. الستاندرد تيبل ده خلي بالك الجدول اللي انا بشاور عليه ده هو بيبدا ان انت فيزابل وانت سيرشنج فور اوبتيماليتي. ازاي اعمل سيرش فور اوبتيماليتي تاني؟ عن طريق الكوفيشنتس بتاعت الاوبجكتيف فانكشن. فعشان اخليه ماكسمايزنج بدور على اكبر رقم موجب، يبقى هو ده الانترنج فاريبل. بص كده 0008 و6، يبقى مين اكبر رقم موجب ظهر في الزد رو هو 8، يبقى ده الانترنج فاريبل بتاعي. لذلك هتلاقي الايتريشن اللي بعديها انا حاطط لك سهم اهو، لسه ما بداتش، انا لسه في الايتريشن مشاور ان مين هيدخل الحل ده ماكسيمم بوزيتيف فاليو ان زد رو، يبقى اللي هيدخل الانترنج هو اللي بيخش الاول. وده من الاسئله اللي تسالها مالتيبل تشويس، لو انا بعمل السمبلكس تيبل مين هعمل انترنج وبعدين ليفنج ولا الليفنج وبعدين الانترنج، شات الاسئله دي. يبقى انا هنا منلي هحدد الانترنج الاول وبعدين الليفنج، يبقى اذا 8 يدخل الحل، 8 يدخل الحل، رحت معلم على 8 اهو. يبقى بص كده لو انا خليتهم صغيرين، اول حاجه اهم هنا فاضي، حطيت الزد، بعدين حطيت الكونسترينز، بعدين بصيت في الزد اكبر رقم موجب هو مين، رحت محدده اهو زي ما حضرتك شايف، انا حدد 8. بعدين يا شبابنا اوجد الريشيو. هوجد الريشيو ازاي؟ معايا مهند، اروح قايل 24 over 2 6 over 0 اهم، جبت الريشيو 24 over 2 20 over 2 6 over 0 اهم، يوم ده يبقى ب 12 وده ب 10 وده انفينيتي. اختار least of them، ده condition for visibility. يبقى اللي فوق كان condition for optimality وبيحد وبيشت والاسلوب ده اللي هو بتاع الانترنج فاريبل ان ماكسيمم بوزيتيف بيجبر الكورنر بوينتس انهم يمشوا في الليست واي عشان يوجد الاوبجكتيف او الاوبتيماليتي بوينت. الكونديشن بتاع الفيزابيليتي اللي هو الليست بوزيتيف ريشيو، اقل بوزيتيف ريشيو، اقل بوزيتيف ريشيو ب 10. اروح الستيب اللي بعديها على طول دهنه اهو، حددتهم، يبقى ده وده. مين اللي لازم يبقى واحد بقى؟ انا كده خلاص الايتريشن دي خدت منها اللي انا عايزه، عرفت مين تو انتر ومين تو ليف، مين اللي يدخل ومين اللي يخرج. اللي هيدخل اكس 2، اللي يخرج اكس 4، او يعني اكس 2 will enter in x4's place replaced x4 by x2. X2 is the entering variable and X4 is the leaving variable. يبقى إذن الستيب اللي بعديه على طول أنا كاتب لك أهو first construct the pivot row in the row iteration table in the new iteration table by dividing the whole row by the star element to force the pivot factor to be 1. معناه إيه الكلام ده؟ يعني أول حاجة بقى في الجدول الجديد اللي أنا هعمله، الاتنين ده عايزها نص، عايزها واحد، الاتنين دي عايزها واحد. ازاي اخلي الاثنين دي عايزها واحد؟ اللي هي جنبها ستار، ديفايد اول ذس رو باي 2، قسم عليها او اضرب في 1 اوفر 2، فتبقى دي 1 اوفر 2 ده ب 1 ده ب 0 ده 1 اوفر 2 ودي تبقى ب 10. وده بالفعل انا معلمه لك اهو. لو انت بصيت بص كده على الجدول ده والجدول ده، الجدول ده اكس 2 هيروح مكان اكس 4 اهو، ادي اكس 2 راح مكان اكس 4. همسك الرو ده كله أقسمه على divided to يبقى 1 over 2 ب 1 ب 0 ب 1 over 2 ب 0 ب 10 أهو يا شباب. هتلاقيني عامل إيه بقى؟ أنا حطيت لك ده الجدول القديم، ده الايتريشن القديمة.
انا شلت منها اكس 4 وحطيته لك مكانه اكس 2 اهو في المحاوله الجديده. عايز انا ايه بقى اشوف؟ اول حركه عايز التمانية دي اللي انا بشاور عليها عايزها هنا تبقى بزيرو. التمانية دي عايزها هنا تبقى بزيرو. اعمل الحركه دي ازاي؟ بصوا لي، هضرب الواحد ده في نفس الرقم اللي هو بتمانية بس باشاره غير. هضرب الواحد ده في سالب تمانية واجمعه على الصف ده، وبعدين اكتب تحت هنا. ركز بقى قوي، انا هحطهم لك اهم وامشي واحده بواحده. بص كده، انا هنا بضرب بعدين بجمع بعدين هكتب. تعال معايا كده، نيجاتيف 8 في 1. بص على ايدي، خلينا اغير الجلسة. نيجاتيف 8 في 1 بنيجاتيف 8، هروح اجمعه على 8، يبقى نيجاتيف 8 زائد 8 اللي جابه بزيرو اهي. كرر تاني، نيجاتيف 8 في هاف بنيجاتيف 4، نيجاتيف 4 هجمعها على 6 تبقى الإجابة ب 2. كرر تاني، نيجاتيف 8 في 0 هتبقى ب 0 زائد 0 يبقى اهي ب 0. نيجاتيف 8 في هاف يبقى بنيجاتيف 4، نيجاتيف 4 زائد 0 تبقى الإجابة بنيجاتيف 4. نيجاتيف 8 في 0 ب 0 زائد 0 سوري في 0 ب 0 زائد 0 يبقى الإجابة ب 0. نيجاتيف 8 هروح اضربها في 10 بنيجاتيف 80 اجمعها على 0 يبقى الاجابه بنيجاتيف 80. ادي الشكل بعد ما انا عملت المحاوله بتاعت الزد. نفس الاسلوب تاني هكرره. ادي الواحد، وفوق الواحد اللي هو كان 2 دي، وفوق الواحد عايز الاثنين ده تبقى بزيرو، يعني عايز الرقم ده يبقى بزيرو. اخلي الرقم ده بزيرو ازاي؟ هضرب ال1 ده في نيجاتيف 2 واجمع على الرول اللي حضرتك شايفه ده بالترتيب. يبقى نيجاتيف 2 زائد 2 يدي لك 0، نيجاتيف 2 في هاف بنيجاتيف 1 زائد 3 يبقى ب 2، نيجاتيف 2 في 0 ب 0 زائد 0 ينزل زائد 1 ينزل 1، نيجاتيف 2 في هاف بنيجاتيف 1 زائد 0 ينزل نيجاتيف 1، نيجاتيف 2 في 0 زائد 0 يبقى ب 0، نيجاتيف 2 في 10 بنيجاتيف 20 و 24 يبقى ب 4 اهي. انا حاططها لك تحت اهي بنفس الاسلوب. قال لك انا شلت الزد وده اللاين اللي انا بتكلم عليه، وان سيميلر مانر عايز تحت الواحد يظهر زيرو هو بزيرو، لذلك هتلاقيني ناقل لك التيبل ده الايتريشن الجديد. لو انا بصيت هنا، لما اجي ابص هنا هلاحظ ان اكس 1 مش موجوده. طالما اكس 1 مش موجوده يبقى اكس 1 قيمتها بزيرو، واكس 2 بقت ب 10. وخلي بالك ان اكس 4 مش موجوده، يعني اكس 4 بزيرو، اكس 3 بتساوي 4 واكس 5 بتساوي 6. طيب تاني يا جورج، يا ترى اللي انا جبته ده سوليوشن، بس يا ترى هو الاوبتيمال ولا مش الاوبتيمال؟ اعرف منين؟ ارجع تاني اعيد الخطوات، ابص على الرو بتاع الزد، فين الماكسيمم بوزيتيف نمبر؟ الماكسيمم بوزيتيف نمبر عند اكس 1 يبقى هو ده الانترنج. يبقى هو يبقى ايوه مظبوط يا فندم، يبقى 2. يبقى ده معناها ان اكس 1 هو اللي يدخل الحل. ارجع تاني اقول 4 اوفر 2 يديني 2، 10 اوفر هاف يديني 20، 6 اوفر 1 ب 6 اختار الليست اوف ذم. يبقى اذا ده معناها ان اكس 3 ليفنج واكس 1 يدخل مكانه، وارجع عيد نفس الخطوات. عايز اهو تاني اكس 3 انا شلته حطيت مكانها اكس 1، عايز مكان ال2 ده يبقى عندي 1، يوم اضرب الصف ده كله في 1 over 2 او اقسم على 2، يبقى ده ب1 ده ب0 ده بهاف ده بنيجاتيف هاف ده ب0 ودي ب2 اهو. برضو بنفس الاسلوب، عايز فوق الواحد 0 وتحتي 0، يبقى انا الواحد هضربه في نيجاتيف 2 واجمعه على 2 واكتب في الايتريشن الجديده اهو. بص كده اهو، خلي بالك انا هضرب في ده واجمع الاصفر واكتب تحتيه نيجاتيف 2 في 1 بنيجاتيف 2 زائد 2 اللي جابها ب 0. نكرر تاني، نيجاتيف 2 في 0 ب 0 زائد 0 ده انها 0. هكرر تاني، نيجاتيف 2 في هاف بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 زائد 0 بنيجاتيف 1. هكرر تاني، نيجاتيف 2 في نيجاتيف هاف ببوزيتيف 1، بوزيتيف 1 ونيجاتيف 4 بنيجاتيف 3. هكرر تاني، نيجاتيف 2 في 0 ب 0 زائد 0 الاجابه ب 0. اكرر تاني، نيجاتيف 2 في 2 بنيجاتيف 4
نيجاتيف 80 يبقى نيجاتيف 84 كده جبت الزد والاكس عايز الرقم ده كام بزيرو الرقم ده بزيرو اه انا مديلك ان لسه الهاف والواحد عايزهم بيبقوا بزيروس يبقى انا هضرب ده في نيجاتيف هاف واجمع وهتلاقيه موجود عندك والفيديو بتاع دي متسجل في الليكتشر يبقى هرجع تاني لو عايز اني اكمل يبقى نيجاتيف هاف زائد هاف الاجابه بزيرو نيجاتيف هاف في زيرو بزيرو زائد 1 هيدي لك 1 نيجاتيف هاف في هاف بنيجاتيف 1 اوفر 4 وزيرو اهو الاصفر يرجع بنيجاتيف 4 كرر تاني نيجاتيف هاف في نيجاتيف هاف ب 1 اوفر 4 1 اوفر 4 1 اوفر 2 يبقى 3 اوفر 4 تاني نيجاتيف هاف في 0 ب 0 و 0 يدي لك 0 نيجاتيف هاف في 2 يدي لك نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 و 10 يديني 9 تمام يا شباب حضراتكم معايا ها تمام اوكي بيرفكت بنفس الاسلوب بنفس الاسلوب عايز هنا يبقى 0 عايز هنا يبقى 0 بس خلي بالك علشان اخلي تحت الواحد دوت 0 يبقى انا هضرب ده في نيجاتيف 1 واجمعه ل 1 نيجاتيف 1 بلس 1 يبقى في 0 نيجاتيف 0 زائد 0 يبقى الاجابه اهي تحت اهي ب 0 وهكذا طبعا انا وصلت للتيبل اللي تحت ده الفاينل ايتريشن تابلو ممكن يجي لك بالمنظر ده لما اجي ابص كده هلاقي اكس 1 بتساوي 2 اكس 2 بتساوي 9 ايوه ده اوبتيمال عرفت منين انه اوبتيمال مفيش انترينج فاريبل كلهم بنيجاتيف اهم او اقدر اعمل بقى الجدول اللي حضرتك شايفه ده اكتب x1 وx2 y1 y2 x5 طبعا لاحظ ان معنى ان مفيش هنا x3 وx4 الله استنى 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 هما x3 وx4 دول كانوا موجودين عندك فين x3 وx4 دول انا كنت حاططهم في الفيرست كونسترين والسكند كونسترين يعني هما دول البايندينج كونسترينز وبالتالي لو انت واخد بالك البايندينج كونسترينز x1 ب2 x2 ب9 x3 وx4 زيروز x5 بتساوي 4 معناها x5 بتساوي 4 ان الثيرد كونسترين از اباندنت اهو هنا اهو بص تاني ما عنديش x3 وx4 معنى ان x3 وx4 بيساوي زيروز يعني الفيرست كونسترين والسكند كونسترين بايندنج كونسترينز معنى ان x5 لها قيمه نون بايندنج كونسترين يعني اباندنت ب4 متوفر منه 4 لكن x3 وx4 دول بيساوي زيروز يعني الفيرست كونسترين والسكند كونسترين سكيرز ماتيريالز الزي بتساوي 84 ده الماكسيمم الاوبتيمال مجرد ما انا لقيت x3 وx4 مش موجودين هلاقي عند x3 في الزد بقى x3 لها قيمه ودي اللي هي الواي 1 اليونت وورث وx4 بتساوي 0 الاقي لها قيمه في الزد بتساوي نيجاتيف 3 ده اليونت وورث اهو يبقى الواي 1 ده اليونت وورث اوف فورست ماتيريال واي 2 بيساوي 3 ده اليونت وورث اوف سكند ماتيريال ده شكل التيبل لو انت بتعمل التيبل اللي احنا متعودين عليه دي الفيرست ايتريشن ده يدخل ده يخرج وبكمل الايتريشن اللي بعديها ده الشكل بتاعه وهو متكمل محاولتين ده الشكل بتاعه لو انت مكمله كله ودي الفاينل ايتريشن طبعا زي ما انت شايف كميه كبيره جدا من السلايدز انا فاردها علشان اقدر اكلمك باستفاضه الام تكنيك انا مش هتعبك فيه الام تكنيك انا بحتاجه لما يتبقى المساله بتاعتي مساله مينيمايزيشن فبالتالي اتليست واحد من الكونسترينز اللي يبقوا موجودين عندك على الاقل يبقى مور ذان اور ايكوال او ايكوال في الحاله دي انا محتاج فاريبل بوزيتيف عشان ابدا والفاريبل بوزيتيف ده اجبره انه بيبقى ارتفيشال فاريبل ملوش معنى ما هوش مخزن وعشان اجبره انه يخرج من الحل باساين له قيمه كبيره جدا اهو ده فاليو ام از ا هيوج نمبر ان ذا اوبجكتيف فانكشن تو فورس تو زيرو ان فيريوس ايتريشنز عشان اجبر الفاريبل اللي هو انا حطيته اللي هو الار 1 والار 2 اللي هما الارتفيشال فاريبلز ان هما تو ليف ذا سولوشن اقصى حاجه تجيلك حاجه زي دي كده
مش عايزك تعملها، بس تبقى فاهم ان لما بعمل مينيمايزيشن بحط في الصف بتاع الزد بوزيتيف ام، لو ماكسمايزيشن بحط في الصف بتاع الزد النيجاتيف ام، لو هما ايكوال بحط زائد ار 3 بعدين اهو لازم يبقى عندي ار 1 يعني مبدئيا ارتفيشال فاريبل. لو انا مور ذان اور ايكوال يبقى هقول ماينس اكس 3 بعدين اقول زائد ار 2 عشان يبقى عندي بوزيتيف سلاك ابدا بيه ترايل بتاعتي. مش هتكلم على التيبل بس تبقى عارف ان انت عندك x1 و x2 دول مين فاريبلز، x3 و x4 دول كولد سلاك فاريبلز، r1 و r2 دول ارتفيشال فاريبلز. ودي الزد فانكشن بتاعتك ده شكلها. لغايه دلوقتي انا اتكلمت على كل اللي احنا شفناه قبل كده في الجزء بتاع السامبلكس. اعتقد ان انا ما قلتلكش حاجه اكتر من كده الترم ده بالنسبة للجزء بتاع الاناليسز الكامل بتاع الجزء اللي فيه linear programming problems والابليكيشنز بتاعتها. لو انا دخلت على الجزء بتاع الاناليسز of networks اللي هو انا اديته في الاجزاء اللي هي بعد ما احنا خدنا الامتحان وهكذا اللي هو الامتحان بتاع الميدترم، شباب متابعيني معايا؟ رضوى معايا، جارك، نوران، ابراهيم، كله تمام متابعيني يا شباب؟ اوكي معايا نهى حضرتك يا دكتور؟ تمام يا شباب. لما اتكلم على الجزء بتاع النتورك، كلمه نتورك دي ريفيرز تو ا سيرتن بروجكت، اي مشروع. يعني ايه مشروع؟ يعني ا بانش اوف اكتيفيتيز، مجموعة من الأنشطة اللي انت بتعملها في يوم، في أسبوع، في للوصول لهدف ما. ليه هدف؟ فالهدف ده عشان أوصله ليه مجموعة من الأكتيفيتيز، مجموعة الأنشطة دي على بعضها دي اسمها نتورك. يبقى النتورك هي usually refers to a certain project. Any network can be divided into a group of tasks or activities. أي project ممكن أقسمه لمجموعة من الactivities. The events the starting and ending. The activity ده the building block بتاع أي network. ده الأجزاء اللي بتكون من network بتاعتك. أي network هي a bunch of activities. أنا بفضل، أنا كعمر اللي بيدرسك الكورس ده، وده مش الستاندرد. يعني الشكل اللي حضرتك شايفه قدامك ده مش الستاندرد، لكن ده الشكل اللي انا لقيت انه اجود ما يكون، ان الاي يبقى متقسم قدامها الريكتانجل اللي انت شايفه وعندك 5 سيلز انت عارف اماكنهم. سيل دي مكتوب فيها ديوريشن اللي هي الفول تايم تو اند تو ستارت ان اند ان اكتيفيتي. السيل الاولانيه دي اللي مكتوب عليها early start. just a second please. هنا مكتوب early start مطرح ايدي كده، بيتهيألي ايدي واضحة. جنبها early finish، تحت هنا late finish، هنا late start، وهتشوفهم كمان شوية مكتوبين. يعني ايه duration of an activity؟ the time is the time required to finish it، هو الوقت اللي انت محتاجه عشان تخلص an activity. يعني إيه early start؟ It is the earliest time you can start your activity. يعني إيه latest start؟ The latest time that you can start this activity. يعني إيه early finish؟ It is the earliest finishing time for this activity. وسيم way like late finish، It is the latest time to end an event أو الactivity بتاعتك. الdependency مين بيعتمد على مين؟ لو انا جيت ابص مثلا على مساله زي كده، هنا بيقول find the project duration determine the critical path for the combined activities. استنى، هو ايه الكريتيكال باث؟ الكريتيكال باث، خلي بالك، الكريتيكال باث is the longest path on the network. الكريتيكال باث is the sum of all critical activities, the durations of critical activities. ده اسمه critical path. لما يجي لي مساله زي دي اقرا الاكتيفيتيز كويس، مين بيعتمد على مين؟ الـ A والـ B ما بيعتمدوش على حاجة، ودي الـ durations. C بيعتمد على الـ A والـ B، الـ D بيعتمد على الـ A والـ C، الـ E بتعتمد على الـ C، الـ F بتعتمد على D و E وهكذا. انزل معايا، أنا هبدأ to formulate.
أول حاجة هعملها أنا شايف إن الـ A لا يعتمد على شيء والـ B لا يعتمد على شيء. هذا الـ Start، أدي الـ A، أدي الـ B من الـ Start. أكتب، أنا بنصح دايماً خلي بالك إن أنا أعمل سكتش خفيف بالقلم كده، بعدين بعد ما أعمل السكتش الخفيف ده أبدأ أكونكت them together. يبقى هنا أنا عملت سكتش خفيف خالص دي الأكتيفيتيز المختلفة. الستيب اللي بعديها بقى هاجي أقول الأكتيفيتي رقم A الـ Early Start ب 0 يبقى 0 plus 6 يبقى ب 6، الـ B الـ Early Start ب 0 يبقى 0 plus 8 يبقى ب 8، وأبدأ أكمل الأكتيفيتيز بتاعتي. بعد كده عندي السي بيعتمد على الاي والبي، يبقى السي ده موجود هنا مثلا وبيأثر على الاي والبي، اهو ادي السي دخله من عند الاي ودخله من عند البي. اكبر رقم كايرلي فينش في الاي والبي هو اللي يبدا بيه السي. انا عندي ده ب6 وده ب8، الرقم الاكبر بينهم اللي هو ب8 يبقى 8 بلس 12 يبقى ب20. بعدين انزل كده بص هتلاقي ان الدي بيعتمد على الاي والسي، يبقى ده اكتيفيتي رقم اي وده اكتيفيتي رقم سي، والدي بيعتمد على both of them. بالفعل انا لو كملت النتورك هتلاقي ادى الشكل بتاعك، الدي بيعتمد على الاي وعلى السي، ادى الاكتيفيتي رقم دي، الاي بيعتمد على السي بس، الاف بيعتمد على الدي والسي، بعدين ارسم الاف، الجي بيعتمد على الاي، الاتش بيعتمد على كليهما اهو، والديوريشنز موجوده كتب. شباب لما بمشي فورورد بجمع، فببدا من عندي زيرو اللي ستارت بزيرو اللي ستارت بزيرو، وابدا بقى 0 بلس 6 ب 6 0 بلس 8 ب 8. الاكتيفيتي رقم سي لازم دول يكونوا خلصوا، يبقى 6 ولا 8 لا ياخد ال 8، 8 بلس 12 يبقى ب 20. دي بعد ما الاي يخلص والسي يخلص اخد الاكبر منهم، الاكبر فيهم بيساوي 20 يبقى 20 بلس 4 ب 24. لا استنى الاف ما تحسبش دلوقتي، لازم يتحسب تحت، 20 تنزل تحت، 20 بلس 6 يبقى 26. طب 26 ولا 24 اخد الاكبر، يبقى 26 بلس 15 تبقى 41، هنا 26 بلس 12 تبقى 38. طب 38 ولا 41 لا يبقى 41 بلس 8 يبقى 49. كده انا جبت وانا ماشي فورورد لغايه لما وصلت للايرلي فينش بتاع اخر نشاط. اخد الرقم ده يا جورج وانقله تحتيه، يبقى ده ب 49 الف وانزل بيه، يبقى 49 بس بقى وانا راجع مش بعمل اديشن بعمل سبتراكشن، يبقى 49 ماينس 8 ب 41 اهو، 49 نزلت 49 ماينس 8 41، ال 41 تطلع فوق وتنزل تحت، 41 ماينس 15 ب 26 و 41 ماينس 12 ب 29. طيب الاكتيفيتي مثلا نمبر اي جاي له هنا خط من عند الاف وجاي له من عند الجي، ياخد الليست اوف ذم، وانا بمشي فورورد باخد الاكبر وانا بمشي باكورد باخد الاقل، يبقى 29 ولا 26 لا تيك 26، 26 ماينس 6 يديني 20. طيب الاكتيفيتي رقم سي لازم ما يبداش الا بعد ما الاي والاف والدي تحسبه من تحت، يبقى 26 ماينس 4 طب 22 ولا 20 لا يبقى 20، 20 ماينس 12 ب 8، ال 8 تطلع فوق جاي لها 22 لا يبقى ب 8، 8 ماينس 6 ب 2، وال 8 تنزل تحت ماينس 8 ب 0. الاكتيفيتيز اللي الرقمين اللي فوق بعض واللي بيساووا بعض يبقى على طول ده كريتيكال، 8 8 0 0 ده كريتيكال، 20 20 8 8 يبقى ده كريتيكال، 26 26 20 20 ده كريتيكال كريتيكال كريتيكال. مين الكريتيكالز؟ H F E C B. فعلا انا لو جمعت 8 زائد 12 زائد 6 زائد 15 زائد 8 هلاقيهم بيساوي 49. مين النون كريتيكال؟ الاي والدي والجي. مين احسب له توتال فلوت وفري فلوت؟ اي ودي وجي زي ما هتشوف كمان شويه. مين اعمل كراشنج في البروجكت تايم؟ بي وسي واي واف واتش. حضراتكم انزلوا معايا، طبعا هنا بيوري لك أطول مسار على الشبكة حسب إزاي يوصل من الستارت لغاية الفينش، وقال لك أنا ممكن أبقى إيه
CD FH مدي لك كذا مسار، وطبعا أطول مسار فيهم هو الكريتيكال باس. طيب لو أنا عايز أحسب السلاك تايم، إيه هو السلاك تايم؟ أولا السلاك تايم it is the period that an a non-critical activity can be delayed without affecting on the project duration. خلي بالك إن السلاك هو هو السلاك هو هو التوتال فلوت. السلاك هو التوتال فلوت. طيب السلاك ده أنا بجيبه إزاي؟ هقول 8 minus بص من تحت لفوق 8 minus 6 2 minus 0 activity number A. بص activity number A أولا كتبت الـ early start early finish late start late finish أهو early start early finish late start late finish. عشان أحسب السلاك بجيب من تحت لفوق. لو أنا في الجدول أخد عمود وأسيب عمود يبقى late start ناقص early start والليت فينش ناقص الايرلي فينش تلاقيها ب2 يبقى الاي دوت ما هوش طالما ظهر له سلاك يعني له قيمه يبقى اذا ده نون كريتيكال. لكن البي كريتيكال لان السلاك بتاعه بيساوي 0 if it was delayed the project will be delayed وهكذا بالنسبه لبقيه الاكتيفيتيز بتاعته. لو انا دخلت على المعلومه اللي بعديها انا عايز اتكلم على ديوريشن اوف ان اكتيفيتي. الديوريشن بتاعت الاكتيفيتي تتحسب ازاي؟ اجيب early finish ناقص early start او late finish ناقص late start ده الديوريشن. يبقى early finish ناقص early start او late finish ناقص late start ده يديك ديوريشن. ديوريشن is the difference between early finish ناقص early start او late finish ناقص late start. والكلام ده مهم ده يجي لك multiple choice. طيب يعني ايه total float؟ التوتال float بيساوي ثلاث حاجات، بيساوي الليت فينش ناقص الايرلي ستارت ناقص الديوريشن. ليت فينش ايرلي ستارت ديوريشن، ليت فينش ايرلي ستارت ديوريشن، ليت فينش ايرلي ستارت ديوريشن. ليت فينش ناقص الايرلي ستارت ناقص الديوريشن ده اسمه التوتال فلوت. والتوتال فلوت ات مينز ات اولا انا مش بحسبه الا للنون كريتيكال. والليت فلوت والتوتال فلوت ده بيقول ايه؟ بيقول ده البرميسابل تايم اللي ان نون كريتيكال اكتيفيتي كان بي ديليد وداوت افكتنج اون ذا بروجكت ديوريشن. طيب ايه هو الفري فلوت؟ الفري فلوت الديفرنس يعني لما اجي اجيب الفري فلوت بتاع اكتيفيتي رقم ايه، اكتيفيتي رقم ايه ده يساوي ايه؟ يساوي الايرلي ستارت بتاع الاكتيفيتي اللي بعد الايه ناقص الايرلي ستارت بتاعته ناقص الديوريشن. فلما تيجي تبص كده هتلاقيه بيقول لك الايرلي ستارت بتاعت اللي بعده ناقص الايرلي ستارت بتاعته ناقص الديوريشن. ايه الريليشن بين التوتال فلوت والفري فلوت؟ دايما الفري فلوت اقل من التوتال فلوت لان الفري فلوت جزء من التوتال فلوت. هو ايه اصلا فري فلوت؟ الفري فلوت اللي التايم اللي ممكن نون كريتيكال اكتيفيتي تتاخر فيه without any effect on the following activities من غير اي تاثير على النشاطات اللي بتيجي وراه. امتى يبقى عندك ريد فلاج؟ لو الفري فلوت بيساوي التوتال فلوت، وده معناه ان الاكتيفيتي يقدر يتاخر بطوال فتره التوتال فلوت without an effect on the project duration or on the preceding activities. ده معنى الفري فلوت لو بيساوي التوتال فلوت ريد فلاج. المساله اللي عندك دي مساله كويسه وموجوده عندك في البي دي اف اللي معاك وموجود كل حاجه. عايز اعمل اديشنال كوست، عايز اعمل كراشنج، عندك الاكتيفيتيز وكل حاجه. طبعا عندك هنا الستارت، ادي شكل النتورك بتاعتك على طول. لو دي مثلا المساله بتاعتي هبدا اكتب الديوريشنز الاي بكام والبي بكام والسي بكام والاف والدي وكلهم اهم. لو انا عملت كده انا كملتهم وطلعتهم لقدام ورجعتهم لورا، واضح ان انا عندي الاي والسي والاي دول نون كريتيكال، هوايل البي والدي والاف والجي والاي دول الكريتيكال. يبقى انا لو عايز اعمل كراشنج في البروجكت هلعب في الكريتيكال، لو عايز احسب توتال فلوت وفري فلوت العب في الاي والسي والاي. يعني الاي والسي والاي دول اللي مسموح لك انك تحركهم عن مواعيدهم بنسب محددة من غير ما تأثر على فترة المشروع. يعني دول اللي تقدر توديهم يمين. هلو شباب سمعني؟ اه يا دكتور. اه تمام يا دكتور.
اوكي شباب سامعني؟ ماي داي ايوه تمام يا دكتور. معلش هو سامعني صوتي واضح؟ ايوه تمام واضح دكتور. تمام. طبعا يبقى اذا الاي والسي والاي تاني انا بكرر دول اللي اقدر احركهم عن مواعيدهم من، وبالتالي دول ممكن يعني ايه يدوا لك بيرميشن انك ما تتبهدلش في الفلوس. لو انت الفلوس ممكن تاثر عليك دول يتاخرهم بس مش هيتاخروا على البروجكت ديوريشن. طبعا عندك هنا السلاك تايم سهل قوي ان انا اجيبه، لكن انا لو عايز اطلع بقى فري فلوت وتوتال فلوت ما يطلعش الا للاي والسي والاي. يعني مثلا لو عايز اطلع التوتال فلوت بتاعت الاي تبقى ازاي؟ هتبقى 12 ناقص 0 ناقص 4 12 ماينس 0 ماينس 4 12 ماينس 0 ماينس 4. طيب لو عايز اجيب الفري فلوت الفري فلوت بص لي كويس قوي، فري فلوت بتاع الاي اقول للفور، شايف الفور 4 ماينس 0 ماينس 4 وينفع يبقى 12 ماينس 0 ماينس 4 اخد الاقل فيهم. نعيده تاني، لو انا عايز اجيب التوتال فلوت بتاعت الاي اقول ليت فينيش ناقص ايرلي ستارت ناقص ديوريشن يبقى 12 ناقص 0 ناقص 4. طب لو عايز احسب الفري فلوت اخد 4 ماينس 0 ماينس 4 او 12 ماينس 0 ماينس 4 اخد الاقل فيهم يبقى 4 ماينس 0 ماينس 4 بيساوي 0. طبعا زي ما انت شايف الفري فلوت اقل من التوتال فلوت يبقى اذا دي الكيس نمبر 1. لو جيت بالنسبه للسي هات لي التوتال فلوت يبقى 20 ماينس 4 ماينس 2. طب عايز اجيب الفري فلوت هيبقى 6 ماينس 4 ماينس 2 اهو 6 ماينس 4 ماينس 2. طب الاي لو بجيب له total float يبقى 25 minus 6 minus 5 25 minus 5 minus 6 ولا whatever. المفروض ان هو late flow ناقص early start ناقص يعني 25 minus 6 minus 5 مش فارقه لان هما الاثنين بيضطر. لو بجيب ال free float هيبقى 25 minus 6 minus 5 اهو 25 minus 6 minus 5. هنا ال free float بيساوي total float. فوق كان التوتال فلوت الفري فلوت اقل من التوتال فلوت. لو انت حبيت تكومنت اون اكتيفيتي اي اقدر اقول ان اكتيفيتي اي كان بي ديليد فور 8 ويكس without affecting on any on the project duration and can't be delayed. الفري فلوت بيساوي 0 can't be delayed without affecting the non-critical activities depending on it. يعني بصوا كده يا شباب ما أقصده إن الاكتيفتي رقم A لو أنا أخرت يوم هيأخر C يوم، لو أخرت الاكتيفتي رقم A أسبوع هيأخرت الاكتيفتي C أسبوع لأن الفري فلوت بتاعهم بزيرو. طبعا الاكتيفيتي نمبر اي ده الفري فلوت بتاعه بيساوي التوتال فلوت، فانت عندك الاكتيفيتي رقم اي تقدر تاخره من من من, من لغايه 14 اسبوع، عندك في انك تاخره لغايه 14 اسبوع without any effect on the project duration or on the preceding activity، لا ياثر على اللي بعده ولا اي حاجه، والكومنتس موجود عندك. بيقول لك اضغط لي اعمل لي كراشنج للبروجكت ديوريشن 3 دايز. لو انا عايز اعمل كراشنج بروجكت ديوريشن يبقى الكراشنج في اكتيفيتيز اي وجي واف ودي وبي الكريتيكال، اختار الاكتيفيتيز الاقل في تكلفه الضغط واعد الايام بتاعتي اهم. ادي اكتيفيتي بي 200 ويضغط يومين، الدي ب 15 150 ويضغط يوم، الاف ب 200 وثلاث ايام، الجي ب 90 ويضغط يومين. لو انا بعمل كراشنج هضغط اختار الاقل، مين اقل كوست؟ الجي، انا عايز 3 بس ده مش ينفع ينضغط الا 2 دايز وتكلفه الدي ب 90 يبقى 2 تايمز 90 كده انا ضغطت يومين بس انا عايز الثالث. مين اول رقم اكبر من ال 90؟ 100 يبقى دي ضغط يوم يبقى اذا ده تكلفة الضغط بتاعتي. تاني لو انا بعمل كراشنج للبروجكت ديوريشن في الكريتيكال اكتيفيتيز. انزل معايا عندك هنا بعض المسائل كمالتيبل تشويسز على بعض اجزاء في الكورس بتاعنا ان جنرال. خلاص انت ذاكرته كله دلوقتي تقريبا انت رجعت له كله.
تعال بص كده بيقول ايه. بيقول لك in maximizing the following problem using the simplex method, the number of positive slack variable will be, يا ترى اقصى عدد من السلاك variables تستخدمه في المساله دي يبقى بكام؟ 3 ولا 2 ولا 4؟ 3. ليه 3؟ لان انا عندي 3 constraints. الكونسترين الاولاني هيبقى فيه سلاك، الكونسترين الثاني فيه سلاك، الكونسترين الثالث فيه سلاك. يبقى الاجابه هيبقى نمبر اي اللي هما 3 كونسترينز. لو انا نزلت هنا مثلا في مساله زي دي ودي انت معرض ليها، مدي لك جدول اهو فاينل ايتريشن تابلو ولا انيشال ايتريشن تابلو، بيقول لك انا ماكسيمم برونز افتر اند افتر انترينج ذا زد فاريبل اند ذا كونسترينز ان ذا ايتريشن تيبل ذا انترينج فاريبل ويل بي، يعني بعد ما انا جبت الجدول ومليت الارقام بتاعته هيبقى مين؟ هتبقى بي. هيبقى اكس 2. ليه اكس 2؟ لان ده الماكسيمم بوزيتيف فاليو، يبقى هو الاجابه الصح رقم بي، ده الانترينج فاريبل بتاعي بالفعل. تمام. انزل معايا مسألة تانية اهي. انا يعني أنا انت مش هيجي حد اهي في نفس المستوى يعني. هنا بيقولك in a certain maximization problem and after entering the z-value and the constraints table determine the leaving variable. يا ترى leaving variable احدده ازاي؟ لو جيت ابص كده هلاقي دول هم 24/2, 20/2, 6/0. 24 over 2 ب12 و20 over 2 ب10، يبقى إذن x3 ده اللي هيبقى leaving variable. بس هل x3 واحد من دول؟ يبقى none of the other choices. أختار إن هو none of the، لأنه مش موجود. انزل معايا، أدي مسألة تانية هو بيقولك after maximizing the given system the final iteration is given. انا مدي لك اول ماكسمايزيشن، مدي لك الكونسترينز والاوبجكتيف، ومدي لك هنا الفاينل ايتريشن تيبل. بيقول لك which constraints are the binding constraints، مين من الكونسترينز دول are binding، مين الكونسترينز البايندينج؟ اعرفها منين؟ اعرف البايندينج منين؟ ايه ده، خش هنا شيلي هنا. هو مين مش موجود؟ مين من الكونسترينز دول مش موجود؟ مين من الفاريابلز مش موجود؟ تعال بص لها تاني. ما ده معناها X3 هو هستخدم x5 x6 x4 x3 x4 x5 x6، يبقى x3 وx4 مش موجودين. معنى ان x3 وx4 مش موجودين هنا يعني البايندينج كونسترينز الفيرست كونسترين والسكند كونسترين، يبقى البايندينج كونسترينز واحد واثنين. انت عندك هنا واحد واثنين، يبقى على طول none of the other choices، يبقى هنا none of the other choices. وانا متأكد ان في ناس تخش امتحان وتختار لي ثلاثة واربعة ويخرج يتخانق معايا ويبعت لي يقول لي ازاي المسألة دي والاجابة بتاعه، ولا ده احنا ده انا متأكد هنا مين البايندينج كونسترين الفيرست والسكند. الدفعة ايه؟ لا انا مش فاهمة، هو احنا ليه مختارناش 3 و4؟ هو 3 و4 دول ايه؟ اسمهم ايه؟ هم عبارة عن ايه؟ constraints؟ انتي جاوبيني. طيب ال 3 وال 4 دول مين اللي سلاك variables بتوعهم؟ x5 وx6 وx6. طيب هو مش x5 له قيمة وx6 له قيمة؟ يبقى ازاي كونسترين 3 وكونسترين 4 يبقوا بايندينج؟ صح؟ اوكي تمام. صح؟ مين البايندينج؟ ارتعي تاني يا رضوى، مش رضوى برضو ولا مين؟ رنا؟ لا انا رضوى. اوكي يا رضوى، بص كده على واحد واثنين، دول اللي هم كونسترين نمبر اكس سوري سلاك اكس 3 واكس 4. انا ما عنديش هنا اكس 3 واكس 4، يبقى البايندينج هم 1 و 2. فهماني؟ مع
معايا يا رضوى؟ يبقى none of the other choices. انزلي معايا المساله اللي بعديها او السؤال اللي بعديه. ام سوري برضو بيدي لك final iteration table وبيقول لك ايه what does the value of 5 over 2 stand for. 5 over 2 دي معناه وبيدي لك the third constraint is abundant by 5 over 2 ولا the first constraint unit worth equal 5 over 2 ولا the produced units of first variables 5 over 2 هتبقى ايه؟ x5 بيساوي 5 over 2 هو x5 ده راكب في انه كونسترين؟ راكب في الكونسترين نمبر 3. يبقى ده معناها ان الكونسترين نمبر 3 still abundant. يبقى abundant by 5 over 2. يبقى الإجابة رقم ايه؟ لو انا بصيت على السؤال اللي بعديه بيقول لك after maximizing the given system the final iteration table اهو the unit worth of the second. عارفة معناها ايه ان انا اسألك على unit worth؟ يعني الكونسترين ده binding. ما هو البايندينج كونسترينز بس اللي بيطلع لهم unit worth. النون بايندينج يطلع بزيروز. بصي كده بصي 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 x5 و x6 دول معناهم ان الكونسترينز دول اللي هما 3 و 4 نون بايندينج. تعالي بص كده هتلاقي x5 قيمته 0 في الزد والx6 قيمته 0 في الـ6 في الزد. بصي تاني كده هو في هنا x3 وx4؟ لا لان x لان الx الفيرست والسكند بايندنج. تلاقي ان طالع لهم قيم في الزد. مفيش x3 ومفيش x4 تلاقي هنا x3 لها قيمه وx4 لها قيمه. دي اليونت وورث بتاع الفيرست كونسترين ودي اليونت وورث بتاع السكند كونسترين. يبقى اليونت وورث بتاع السكند كونسترين بتساوي هاف. فين الهاف؟ نمبر بي. يبقى الاجابه الصح نمبر بي. شباب متابعيني؟ حضراتكم معايا؟ اوكي تمام يا دكتور. بيقول in minimization problem we will need to use m values in the model in case of maximizing we will put. يعني انا في الام تكنيك ده انا بستخدم لو انا بعمل minimization بحط بوزيتيف ام زد. طب لو كانت maximization ما لقيتش حاجه اتفه من كده اجيبها لك. هيبقى احط نيجاتيف ام في ار في الاوبجكتيف فانكشن. لو دخلت على 8 بيقول the use of the binality m may not force the artificial variable to become zero. لو انت ما عرفتش تخرج الفاليو بتاعت الام من التيبل ده معناه ان انت عندك there is no visible solution. يعني there is no solution. اهو هنا بيقول لك that is there is a visible solution. More iteration will be needed. That's their own is no visible solution. None of the other choices. That's a degenerate solution. أي كلام في أي كلام. يبقى إذن ده معناها على طول no visible solution. يا شباب لو أنا ما عرفتش أخرج الارتفيشيال فاليبل الار اللي موجودة في المسألة بتاعت الام تكنيك من الحل أنت ما عندكش حل. لو جيت أبص على الشكل اللي قدامك ده بيقول لك EF stand for what. الـ EF دي الرقم اللي بيبقى هنا ده الرقم اللي هنا ده يبقى بتاع مين ده؟ ده early start early finish late start late finish. هو مدي لك تبدا early start. انا اكتب ال EF ده it is earliest time you finish an activity it is the latest starting time of an activity it is the latest time an activity can be finished. اعتقد ان الاجابه رقم دي لان ده it is the earliest finishing time. انت ما عندكش المعنى ده هنا. لو جيت على مثلا رقم 10 بيقول لك ده critical bus it is the longest bus on the network. سهل. ايه هو السلاك تايم؟ السلاك تايم بص ارجع تاني للشكل ده الاثنين الفرق من الاثنين يعني ليت فينش ماينس ايرلي فينش ليت ستارت ماينس ايرلي ستارت. اهم اختار بقى الاجابه بتاعتك فين. طب السلاك تايم از امبورتنت فور ده. السلاك تايم ده انت تحبه لمين؟ هو مهم بالنسبه لك عند مين؟ السلاك تايم ده مهم للنان كريتيكال. السلاك تايم مهم للنون كريتيكال لانه بالنسبه للكريتيكال اكتيفيتي بزيرو. فهيعمل لك ايه يعني؟ هيفرق معاك ايه؟ معايا رضوى؟ معايا شباب؟ معايا جورج؟ اه يا دكتور. هيجي لك 40 تشويس بنفس الاسلوب ده. ما اقدرش اوضح لك حاجه اكتر من كده. انا حاولت على قدر الامكان ان يبقى الامور من اوضح ما يمكن.
أتمنى أن المحاضرة تكون واضحة ويكون الهدف منها أنا نجحت في تحقيقه، وأنا سعيد جدا أن أنا كنت معاكم. ديني ثانية واحدة بعد إذنك. Let's stop recording.